يعتبر من الإيجابيات. على كل حال، هل تعتقد هناك أنه وسيلة ضغط على الولايات المتحدة الأمريكية؟ لأنه كان هناك محادثات، ثم بعد ذلك الولايات المتحدة الأمريكية قامت بحجز الأموال المستحقة للمصرف المركزي، والآن يتحدثون عن المرأة الأفغانية وعن حرية المرأة، ثم بعد ذلك أتى هذا القرار المفاجئ. يعني كما يعني قرأنا تعليق الناطق بالعربية محمد نعيم وردك، هو قال يعني من يريد أن يسألنا عن هذا الأمر فأولا يعترف بنا ثم نحن نستطيع أن نجيب لهم. فبعض الناس يقولون بأن يعني تصرفات مثل هذه فقط لجذب الأنظار إليهم ويعني للحصول على الاعتراف الدولي، فقط من هذا الباب ينظرون إليه. على كل حال، نحن كشعب الأفغاني ننظر بأن سواء كان بمقصد الاعتراف الدولي أو بعد القرارات الخاصة بهم، فنحن ضحية، فالمرأة الأفغانية هي ضحية. يعني حتى إذا تريد أن تأخذ أموالك أنت كطالب، كحكومة طالبان من أمريكا، لماذا تظلم المرأة الأفغانية؟ لماذا تمنعها عن حقوقها التي أعطاها الله؟